بعد احتفالات عيد النصر الصاروخي في نيويورك ورأس السنة الصينية في تايلاند الروسية، حلقة جديدة في سلسلة حفلات صاخبة تقودنا إلى شمال إفريقيا لحضور حفل زواج فيليب. في المجتمعات الغربية يقع شخصان في حب بعضهما فيعرضون أصدقائهم المقربين لسهرة خفيفة وينتهي العرس. قرر فيليب الزواج فبدأت رحلة التمرميد بين مهيبة المولود وعاشوراء وعيد الشجرة إلى جيغ العيد ليقترب يوم الفاتحة والعرس، ومعه مصاريف الشمبرة والكبش والبارير وكل أنواع القضيان. الطفلك جاهز؟ تجهز الفتاة نفسها منذ ولادتها، حيث تشتري لها أمها كل أنواع الصابون والسرابت. من أكبر الفتن التي قد تسبب توسوسات وسط العائلة هي مشكلة العرضة. تحضير لائحة المعروضين أصعب من قائمة لاعب المنتخبات الوطنية في كأس العالم. حسب البروتوكول تتشكل قائمة المعروضين أساساً من الذين عرضوك من قبل، فهي فرصة لتصفية الحسابات وويل لصاحب العرس إذا أخطأ فيها. تتغير قيمة الكادو حسب درجة قرب العريس، إذا كان قريباً تكسر رأسك لشراء سيرفيس أطابل، أما باقي الأعراس فكيسان الفلو وفناجين الماء هي المسيطرة على الكادوات. طقم كؤوس تحت 60,000 يحطم كل المبيعات في الصيف، حيث يدخل للاقتصاد الجزائري أكثر من 100 مليار دولار. علميا الهدية بمثابة المخالفة المرورية التي يجب دفعها. تكلف صاحبة العرس إحدى قريباتها بتسجيل اسم كل واحدة فوق هديتها عند مدخل القاعة. هذه التقنية تسمح لصاحبة العرس بمعرفة ما ترد لهم في أعراسهم. من يقيمني؟ أقيمه. أما من أهداني كيسان فلون أعيد له كيسان فلون في عرسه. لاحقا في نهاية العرس تختار فيرونيكا أفضل الهدايا، أما الباقي فتلكديهم كهدايا في الأعراس القادمة. علمياً تدور الهدية الواحدة في كثير من الأعراس قد تعود إليك مجدداً في عرسك. تتابع صاحبة العرس عملية الطبخ تفادياً لوضع السحور في الأكل من طرف أفراد العائلة. رغم حرصها الشديد لم تنتبه فيرونيكا لجارتها وهي ترش كرسي العروس بالسائل السحري لتخريب بيتها، وهو ما كشفه الفار لاحقا. وصل وقت العشاء، صاحب العرس لديه هاجس يؤرقه، فصيلة خطيرة من سلالة الديناصورات، إنهم لكساكسية. يحملون الملعقة دائما تحتهم ويجابرون الأعراس والجنائز، شعارهم في الحياة المغرف في الجيب وربي جيب. لست أنا من يحب الأعراس، الأعراس هي من تحبني. العلماء هم اللي اختلف علماء تكسكيس عن أفضل وقت للجلوس، الفاقة الأولى أم الأخيرة؟ المغرب العصر. يمكن للفاقة الأخيرة أن تكون الأفضل لأنها طاولة العريس، ولكن هناك احتمالية انتهاء الأكل. الحل هنا واحد، وهو استخدام تقنية الدوبلي والجلوس إلى الطاولة مرتين في العرس الواحد. أخطر فصيلة في سلالة الكساكسية، إنهم أصحاب الوجه الصحيح الذين لا يحشمون ويأتون بلا عرضة. المشكلة أنهم لا يأتون وحدهم بل يحضرون آخرين معهم. وكل عليك ربي. علمتني الحياة أن أصحاب العرس دائما يطيبون بالزيادة، وأنا هنا من أجل أكل تلك الزيادة. بدأت الفاقة الأولى وبدأ قلب العريس بالخفقان. أول تحدي يواجه الكساكسي هو اختيار الطاولة.
بالإكسبيريونس تاعي بخبرتي في الأعراس ومن أجل فرصة أكبر أقابر طاولة فيها أطفال أو شيوخ لا يأكلون كثيرا. تكون عندي لا شونس أكثر. يستعمل جورج تقنية مجابرة البوراك، بمجرد وضعه على الطاولة ينقض عليه بمخلبيها ليخطف بوراكتين أو ثلاثة. تنتهي رحلة الأكل الطاولة بالكيس الأسطوري الذي يجمع فيه الإكساكس بقايا اللحم والحلوى والفاكهة وقارورات الجازوز الغير مفتوحة. في جهة النساء تبدأ الفتيات البايرات بالرقص وسط البيستا للفت الانتباه طمعا في الزواج. حسب الإحصائيات الرسمية لمنظمة الأعراس العالمية، 95% من المتزوجات تم خطبتهن أثناء رقصهن في قاعة الحفلات. يكونوا يشطحوا. لاحظ الجميع الشطحة الخفيفة للسيدة باتريسيا التي لم تتعد نصف دورة، إضافة أنها أدارت ظهرها لصاحبة العرس. شطحت نصف دورة مثل ما شطحت لي في عرس ابني، لقد خلفت الضربة. علميا تعتبر البيستا مكانا لتصفية الحسابات. بعد رحلة التوسويس والشرات تشرع النسوة في بوليتيك بعد العشاء. العروسة سمينة، يستحق أفضل منها. العريس وسيم، لم أفهم كيف اختارها. لا شك أنها سحرات. الشربة لم تكن خاذرة واللحم لم يكن طريا. رغم أنك صرفت دم فؤادك على الحلوى، فلا شك أنهم سيقولون أنها خردة. العائلة سيتكلمون في كل الحالات. مولات العرس لم تقيمنا، لم تتصور معنا، وكانت تشنف عندما تمر علينا. شنف علينا؟ ألم تري ذلك الكراك المبهدل الذي لبسته؟ ينتهي العرس بخسائر كبيرة، بين من سرق هاتفها ومن ضيعت ذهبها. بحارة على هذا العرس، ليتني لم آتي. لم أجيك. وبعد هذا اليوم الذي تدبيره عام، حتى لو أعطى صاحب العرس نقودا للمعروضين عند خروجهم، فلن يرضوا عنه وسيبقى دائما وأبدا الرخيص والعيان الذي لم يكبر بهم.